اما هلا فرح رح نروح لاولى محطاتنا، ويمكن اليوم بدنا نحكي عن الارشاد التربوي النفسي للاطفال وقد ايه مهم هذا الموضوع، وبظل يمكن الوقت اللي عم نشوف فيه قد ايه في مشاكل عم تظهر عند الاطفال بسن مبكره، يمكن جزء كبير منها عدم الاهتمام فيهم خلال مرحله التعليم الاساسي. الجانب الثاني سلمى، قد ايه حلو تحفيز وتشجيع الطلاب والاطفال خاصه يمكن بمراحل التاسيس الاولى، لما بحس الطفل انه هو فعلا قادر على الانجاز وكل خطوة يمكن عم يعملها وكل إنجاز حقيقي مقابله في تحفيز وتشجيع وسعادة كبيرة من الأهل. رح نحكي عن أهمية التحفيز اليوم إن كان بالتحصيل العلمي أو حتى ببناء شخصية الطفل، مع دكتورة يسرى عباس محاضرة بكلية التربية وموجهة تربوية في دمشق. صباح الخير وأهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا، سعد صباحك. أهلا وسهلا فيك. خلينا نبلش مع حضرتك تعريف التحفيز التربوي وطبعا أهميته للطلاب. طبعا كلمة تحفيز كما باللغة حفز، حثه على الحركة من الخلف، لكن كاصطلاح محفز أن يدفعه للأمام، يحركه للأمام، يعني كل إشارة كل قول كل فعل كل شيء يدفعه نحو سلوك أفضل هو حافز. الحافز قد يكون داخلي وقد يكون خارجي، لكن إحنا بالعملية التعليمية أهم شيء هو التحفيز دائما بشكل مستمر لتحسين العملية التعليمية. يعني نحن الطفل ما يحفز الأطفال غير ما يحفز الكبار، يعني برياض الأطفال بدي يحفزهم وحمسهم على التعلم ويصير عنده الرغبة بالتعلم وحب التعلم، لابد من وجود محفزات مادية لهذا الطفل بالروضة، يعني كأن يكون هناك ملصقات، بطاقات تشجيعية، ألعاب ترفيهية، جميعها تحفز هذا الطفل. بالنسبة للحلقة الأولى طبعا بالنسبة للتحفيز تحويل سلوكه نحو الأفضل، دائما هؤلاء الأطفال عندهم مشاكل في البيت في الأسرة، عنده مزاج شخصية معينة، التحفيز يحوله نحو الأفضل يغير في شخصيته. طبعا من يكون وراء هذا التحفيز، من يقود سلوك الطالب نحو الإتقان نحو التميز نحو الإبداع، هو المعلم. المعلم هو محور العملية التعليمية، هو من يقود هذا الطالب ويغير من إمكاناته من شخصيته، طبعا من خلال توفير بيئة آمنة. شوفي كل معلم عنده أسلوب معين شخصية معينة، طبعا هذا المعلم تعب على نفسه كثير، في عنده دورات تطوير دورات لتدريبه على مهارات معينة، جودة المناهج الموجودة تلعب دور. طبعا نحن المعلم يقوم بتوفير بيئة تعليمية جوا الصف، يعني إدارة الصف نسميها الإدارة الصفية، بتشوفي مزين الصف، عاطي لوحات معينة خاصة بالصف، يعني أنت إذا دخلتي على أي صف بتعرفي هذا الصف شو عم يدرس، أول ثاني ثالث من اللوحات الموجودة. نعم. بتشوفي التزيينات مثلا اللون، حتى الجلوس، يعني نحن المعلم عندما يغير جلوس الطلاب بشكل صندوق مفتوح مثل حرف يو، أو كل مرة بيغيروا مجموعات، فهذا المعلم مبدع. يعني مو كل المعلمين هيك، تشوفي المعلم عاطي هيك عم يعطي الدرس كأنه بطريقة جامدة، كانوا الطلاب هيك قاعدين كلهم مو متفاعلين. إذا نحن الهدف من التحفيز التربوي أن يكون لدى المعلم أساليب حديثة، مهارات جديدة لا توجد، يعني نحن هي تتبع شخصية المعلم. طب شو يعني أنواع التحفيز دكتورة خبرينا؟ يعني المعلم عنده هالأمور هي، بحب دائما يكون طلابه بجو نفسي متميز، أساليب طبعا دعم، ويعرف كل طلابه، يعني نحن المعلم بيعرف جميع طلابه، هذا عنده حالة نفسية، هذا متفوق، هذا بيحب يشارك، هذا منشغل، هذا عدواني، صار عطى فكرة عن طلابه من الأسبوع الأول. فهو المعلم عليه أن يقوم بمعالجة وترميم جميع الشخصيات، لكن الهدف بكل العملية التعليمية أنه يكون سلوكهم جيد ويحصلوا علامات عالية ويفهموا الدرس اللي عم يعطيه. يعني المعلم اللي عم تعطي بصف الأول مكونات العدد 10، بدها تجيب وسائل كثير اللي يفهموا 2 زائد 8 3 زائد 7 6، ما بمجسمات. دكتورة بس تكون شو ممكن تكون شو ممكن تكون وسائل التحفيز؟ يعني بعض الأساليب بتختلف من معلمة لتانية، ويمكن من إمكانية وميزانية مدرسة لميزانية تانية، الأطفال بشكل عام بيحبوا يتميزوا، فكيف بتكون أشكال التحفيز لكل طفل لحتى يمكن ينتقل من مرحلة المتوسط للجيد ومن الجيد للممتاز وإلى آخره؟ نعم، نحن داخل الصف في فروق فردية، في أطفال متميزة عن بعضها، أطفال عالية الذكاء أكبر، يعني نضجها
أعلى من عمره، لأن عمر العقلي 7-8 سنوات 10 سنوات قد يكون أنضج من ذلك، لذلك بتشوفه فورا عم يفهم الدرس، فورا عم يستوعبه. فالمعلم هون بحاجة للتحفيز البقية، فلذلك يجب أن يكون يغير أسلوبه، يغير طريقته، يدعم هؤلاء الأطفال ما عم يستطيعوا يشاركوا، عندهم تقصير، صعوبات تجعلهم يتجاوزوا. يعني هي هو الهدف من تحفيزهم، أنه يتجاوزوا الصعوبات ويتحدوا المشكلات ويحلوها. لكن أنا بالنسبة للتحفيز بالنسبة في بعض الأطفال، قد ما دعمتين وقد ما قلتي أنت منيح وأنت كذا، ما بتأثر فيه، هو عنده قدرة ذاتية. إذا نحن الداخل الدافع الذاتي قوي جدا للبعض، شخصيته قوية، متمكن، دارس منيح، متفوق، لكن المعلم يحفز الجميع. طبعا تحفيزه أساليب الدعم على المشاركة بالدرس، على التفاعل، يعني بتفوتي على الدرس بتلاقي هيك ما في حيوية، كيف تشعري ما في حيوية، بتشوفي البسمة على وجوههم، المعلم، بشاشة المعلم، صوت المعلم يجذب، يعني يجب أن تكون كله وسائل تشويق وتعزيز وإثارة ودهشة ومحبة. يعني تشوفي علامات المحبة، يحبوا أستاذهم، يعني يعطيهم نوع من الألعاب جماعية يعني بتشجعهم على بين بعضهم، التماس بين بعض، التعاون. يعني بنقول هالمجموعة والعلامة حتوزع الكل، يعني مو والله هو هذا حياخد 5 هذا والخمسة، فهون الطلاب بيتنافسوا مع بعض، بجوز يطلع واحد منهم خجول، انطوائي، مغلق، بيخاف، ما بيشارك. فهون دور المعلم، إذا المعلم يكتشف بيعرف إنه هذا الطفل ما عم بيشارك، ما عم كل هالدرس قاعد بآخر مقعد، نحن عنا أغلب المقاعد الأولية هي اللي إلى النشاط بالمشاركة، لكن المعلم الطالب المتميز حتى لو كان بالزاوية الأخيرة بتشوفه عم بيشارك، يرفع إيده. إذا نحن عنا المحفزات قد تكون ذاتية، دافع ذاتي، قد تكون مادية، الأستاذ أحسنت ممتاز كل الوقت، أحسنت يا عدنان بسميهم، شوفي مناداتهم بأسمان إلى دور كبير بتقوية الشخصية، أحسنت يا أحمد، أحسنت يا منى، اليوم كان إجابتك رائعة، طالب ما عم يتحرك بنوب، فهم بيقولوا شايفك اليوم شو، إلى آخر بالتلميحات، لغة الجسد. دائما الأستاذ بيغير عباراته، يعني عبارات تجي على الدفتر، لاحظ العبارات اللي بيضعوها بعض المعلومات على الدفتر، حسن خط، حسن خطك، ضاعف جهودك، حرام. يعني نحن هذا الطفل بحد، يعني لا عم نعطيه شوكولا بالتعليم، لا عم نقول له انت كل يوم نعطيه شغله، يعني نحن بس هالكلمه احسنت، ممتاز، جيد، هالكلمه هي ترفع شحن معنوية، تقوي شخصيته، تقوي. فنحن هدف المعلم داخل الحصه الدرسيه بامانه، يعلم بامانه وباخلاص، كل طفل يتعرف على شخصيته، خلفيته المنزليه، اذا كان عنده صدمه عاطفيه في المنزل. في كثير اطفال عم تعاني بصعوبات بصراحه، بجوز يكون عم يربي الجد او الخاله او زوج الام، فنحن عاده هذا الطفل معرض جوا الدرس لانكسار، لذلك على المعلم ان يجعلهم دائما باساليب المرح والتعاون والمنافسه الايجابيه بين بعض، ما تكون منافسه سلبيه، يعني واحد اقوى من واحد، في بيلتقى بالصف طلاب متميزين بتشوفهم يمارسوا التنمر على غيرهم، فالمعلم يهدي يقود. يعني نحن دور المعلم صار بالطرق الحديثه، يعني ما بدي اقول لك دور 2-3 ألف دور، محفز، مبدع، قائد، كابتن، موجه، ميسر، معلم، يعني نحن يقود 30 طفل، قد يكون 30 وزير، 30 عالم، 30 مهندس، فعلى أيها بأن يكتشف خلال هذه الحصة الدرسية موهبة كل طفل بشو متميز. كل يوم عنده جائزة لطالب، أنت أحسن طالب عندي باللغة، أنت أحسن طالبة بالخط، شايفين رفيقكم لأنه هذا اليوم ما شفت له صوت ولا شاغب وكل الوقت عم يتابعني وشارك معنا، له جائزة. يعني يكون مجهز هيك مثل الكرتونة ومكتوب عليها فارسة القراءة، ملكة الخط، ملكة الرياضيات، هل هالسالب، يعني نحن هيك بطاقة بتعلقيها على صدره بيطير عقله، طفل بالروضة بتحط له نجمة طاير عقله جاي على البيت، شايفي كيف؟ فما بالك الكبير، يعني التحفيز وليس للصغار أيضا، للكبار، يعني أيضا هذه المعلمة علي أن أحفزها، أنا كموجهة تربوية عندما أحضر المعلمات المتميزات أقول لها أحسنتي، أبلغ الإدارة، أبلغ زملائها المعلمين، العاملين بالتربية، زميلاتي، الكل بيعرف انه طلع عندي معلمة متميزة جدا تستحق الثناء والشكر والتقدير. يعني نحن بنقول واجب، واجبي ان اقوم بهذا العمل، لكن انا تميزت عن غيري، تفوقت عليهم، سلوكي غير، طلابه كلهم ممتازين، كل سنة الطلاب بيجوا عند الانسة امتياز، فانا احد السنوات قلت لها المديرة ما بصدق شو كله امتياز، جيبي لي وراء المذاكرة، جيبي لي دفتر فلان، حددت اسماء وجابته اللي عندي، فعلا فعلا يعني شيء مدهش،
انه تتفاجئي فعلا هالان ستقود 30 طفل اللي بيدخلوا لعند على الصف بيطلعوا كلهم امتياز. يعني انت يمكن ما تصدقي هالحكي، لكن عندما تحضري وتري طريقتها وابداعها والرواد اللي بيطلعوا من صفها بتقولي فعلا تستحق. فنحن عاده في فروق بين المعلمين بين الطلاب بين الموظفين حتى، يعني نحن عمليه الحوافز التشجيعيه ماديه ذاتيه حركيه. لاقي الطالب متميز بالرياضه ووجه اهله يسجلوه نادي رياضي خاص بمهارته، توجيه نحو النشاط الفني. في اطفال عندهم حب لا يوصف للغناء، بيحبوا يغنوا. بنقول لهم بالدرس مين عنده شيء شغله هيك سمعنا اياها بالابتدائي، يعني بتطالع لي طفل يغني، طفله بتقول شعر، طفله عم بتحب تمثل. فليش نحن ما نكون مسرح لانطلاق الحياه العمليه؟ في عنا ماده اسمها التربيه المهنيه، هي بتوجه نحو الزراعة الصناعة التجارة، نزلناها السنة مادة حديثة. طبعا هذه المادة يعني عم نعطي ساعة بالأسبوع منها مثل ساعة تعلم وجداني، فبها الساعة كثير من المعلمات تبدع فيها، تعطي مثلا إذا كان في معمل قريب ألبان على المدرسة بتعملون زيارة المدرسة يتعرفوا كيف تحويل الحليب إلى لبن. طيب تجارة تعلم الطالب كيف التجارة، إذا في مصرف تعلموا كيف يعني الحفاظ على النقود وأهميتها. فنحن في كل مادة أيضا القيم الروحية، يعني المعلم عندما يقوم بمجموعات تعاونية بيعلمهم على الاحترام. يعني أنا من الابتدائي طفل بعلمه على المحبة والاحترام، بحفزه أنه هذا إنسان وأنت إنسان، فبحفزه أنه في مشاعر عنده، أنت كنت منيح نحن بنحبك. إذا شوفي المحفزات عاطفية، يعني على المعلم داخل الدرس يحفز طلابه على احترام بعضهم، احترامه هو المعلم. يعني أنا بكرة أعطيتها الطلاب وراحوا، بعد مدري كم سنة أهلين أستاذ كيفك، ما زال في إلي قيمة عند هالطلاب، ذكروني بعد كم سنة. فإذا نحن هذا هو هدف المعلم، تحسين العملية التعليمية، تحول إنتاج هالطلاب نحو السلوك الأفضل وصار علامات عالية، شو بدي غير هيك؟ لكن بالنسبة للأطفال أو الطلاب الذي لا يمكن معهم، فأنا عندي كان أحد الأمثلة يعني قال لي أنسي أنا بس بغني بس بغني، أنسي شو بدي أقعد كل الوقت هيك قايل لي أنسي أقعد، ما بعرف أضرب ما بعرف كذا. والله قلت له للمعلمات توجهوا تابعوا، صرنا نشاركه بكل يعني فاصل منشط، يغني بالباحة يغني بالطلائع، والله قدرنا لصف الخامس نمشي فيه. لكن الأم انتقلت من الحارة وراحت، وبعد فترة سمعت عم تبعت لي صور أنه صار عم بيغني بالمقاصف الملك بعتت لي صورة له حامل الميكروفون. طيب هي يعني المواهب توجهت. بس خلينا نحكي عن الفروقات دكتورة لو سمحتي. حضرتك ذكرتي أنه أنواع التحفيز مختلفة بين تحفيز عاطفي تحفيز معنوي وغيره من أنواع، خلينا نحكي عن الفروقات، كيف بيقدر المعلم يفرق ويوافق بين الفروقات اللي موجودة بالطلاب عنده بالصف؟ يعني إحنا بالنسبة لبعض الأطفال لو تحفيزهم يجي بمكانه وبعض لا يجي، لكن إحنا في عنا عكس التحفيز اللي هو المكافآت والتشجيع والجوائز والهدايا والمشاركة، في هناك العقاب. نحن لتبين للعلماء النفس انه العقاب هل له اثر في التعلم؟ بعض الاهالي ما بيعلموا اولادهم الا بالتهديد وبالضرب واذا ما نجحت. فنحن العقاب بالعملية انا لا افضل العقاب نهائيا، دائما علينا ان نعزز الطلاب ايجابيا نحو الافضل، تشجيعهم اعطائهم يعني شيء جميل انه انت عندك قدرة انك تطور على ذاتك، عندك قدرة في عندك امكانات. لهون دور المعلم انه يستنبط داخل، يدرس داخل الطفل، يقوي ثقته بنفسه، يسكل شخصيته، يوجهه نحو الابداع باساليب عمل تعاوني او هو شخصي يوجهه لكن نحن بالنسبه لاطفال تشجيعهم كلمه واحده، كلمه حلوه بالابتسامه. شوفي المعلم بيفوت على جو اللي عنده الصف يعني متسلط ما بيسمح لهم يشاركوا، شوفي ما بتسمعي ولا صوت. اما المعلم بتكلمين انت وانت بتلاحظي كل الطلاب شاركوا بالأنشطة وانت قاعدة ما في ولا طالب لشارك، فهو روح العمل الجماعي أكيد هالطلاب هيتميزوا والمستقبل يصبحوا ناجحين. إذا نحن العملية التربوية هي بأمانة المعلم، والمعلم بأمانة المسؤولين عنه اللي هن المشرفين التربويين، وهكذا في دورات تطوير لهم. في نظريات تعلم طبعا نحن بالجامعة درسوها، نظرية تعلم بافلوف تعلم السلوكي، أعطيتي مثير لهالطفل بيعطيكي استجابة فورا، رد فعل تحول سلوكه نحو الأفضل. يعني أنا أعطيتهم مسرحية جوة الدرس، خلص حفظوا هالمسرحية، أعطيتهم تجربة ما عاد ينسوها، تجربة المغناطيس، حوض هيك زورق في مي وحامل الأنسي شغل الخيط وآخره مغناطيس، فالتجارب التي تجرى داخل الدرس لا يمكن ينسوها، ففيها متعة فيها مرح. إذا التعلم الذي فيه متعة وفائدة ومرح وتعاون جاب، ما في تسلطي ما في قسوة ما في صوت تجهم. يعني في أحيانا صوت بعض المعلمات مرعب،
بيخيف الطلاب، شخصيته، عصبيته. لذلك نحن على المعلم يكون هادئ مع الأطفال، وخاصة الحلقة الأولى. صفات المعلم وخصائص مهارات والاكتشاف موهبة كل طفل ويقودهم. نحن الهدف فيهم دائما نقودهم نحو تحسين السلوك. يعني أنا طالب عصبي، عدواني، متمرد، مدلل بالبيت، كله نحن بالعملية التعليمية ترميم للأخطاء التي تأتي من الأسرة، من المنزل. يعني البيئة المنزلية قد تكون جيدة. يعني دائما ندرس، نعمل دراسة ماجستير ودكتوراه للأطفال المتفوقين، بيطلع يعودوا لأعباء متفوقين، هادئين، دكاترة. وأحيانا ما بيكون هيك، لا، مش شرط. مجتمعنا بيكون أحيانا بعض الأطفال هن عنده قدرة على التزوج. يعني أنا ما بعرف إذا متذكرين في أحد المبدعين العلماء اللي طلع على التلفزيون، أبوه أخذ 7 نسوان وهو مدريان من عنده طفل. ما بعرف، أنا هيك شفته لقاء على التلفزيون، يمكن كيني عبود، ما أتذكر اسمه يعني الأول. فنحن عنا في أطفال يتفوقوا وممتازين، الأهل عرفتي كيف؟ فنحن في ناس عم يتعبوا ولا أهلهم وأولادهم كل يوم درس، وعم ياخذوهم من مكان لمكان، وقديش عم يتابعوا عليهم، بتشوفي بالنتيجة وسط باللغة الإنجليزية. لك وين؟ مدري كم آنسة حاطت له أمه للغة الإنجليزية، والمعلمة متميزة بالصف ومع هيك. فإذا نحن على الأم تعاون مع المدرسة. نعم أكيد، هي العملية فعلا هي عملية تكاملية بين الأسرة وبين المدرسة. وبدنا نوجه تحية كمان لكل المعلمين يلي كمان عم يعطوا بإخلاص ومحبة للأطفال. وبدي أتشكرك دكتورة على وجودك معنا اليوم. شكرا لك. شكرا لك دكتورة، المعلومات اللي قدمتي لنا إياها.